ومعاكم عزوز مونجي، واسعد الله صباحكم بكل خير. فيديو جديد باول يوم عيد الفطر، اول يوم عيد الفطر، بكل عام وانتم بخير. واحد سوال فيديو جديد، طبعا ده سارع جمال عبد الناصر، ورايحين على مسجد شرق المدينه. قبل كل حاجه يا حبايب، لكل محب الصباح، وارجع لكم ثاني الصبح نصور الاجواء الصباحيه، وكل عام وانتم بخير. اشتركوا كتير وعملوا لايكات كتير مع تعليقات الحلوة مع تفعيل الجرس. رجع لكم الثاني وبعلمكم ثاني الصبح. احنا رايحين مسجد شرق المدينة، وإن شاء الله الأيام اللي جاية أو الأسبوع اللي جاية هنرجع نعمل رياضة ثاني. وكل عام وأنتم بخير. يلا بينا على مسجد شرق المدينة اللي كل الناس بيقولوا يلا بينا، واسعد الله صباحكم وكل عام وانتم بخير. واللي بيحب عزوز يتفاعل مع القناه. شكرا لكم. اسعد الله صباحكم بكل خير في اول يوم عيد الفطر. واحد سوال، الله واحد.